شوق بص شوق، اوعى يوم تقفل عينيك، بص على الحاصل وطوف، يلا هات ايدي في ايديك، بص شوق خليك يلا واجه الحقيقه، والمواجهة أحسن طريق، والتكدس جاي شاهد في نسيب الخضوع، والنفوذ أمر ظاهر في الشوارع والربوع، والزيادة السكانية جاية تهتف فينا روحنا، جاية سد علينا سكة فيا مسلكنا الطموح، لو مشينا في الكلام هتلاقينا حروفنا واقعة، هتلاقي فستان بلدنا مستخبي في ألف رقعة. ليه يا مصر شريف بلدنا الصبح متقطع ودايم، بعد ما كانت بلدنا في الحضارة ليها نايم، ليها عزة وهامة عالية واللي جيرانها آخرها سايب، هي مصر ادتنا خير وانت ليل الهم جاي، ليه تخلف عشرة ليه واحنا مواردنا كتيرة، ليه وما بتحسبش بكرة يبقى طول العمر ضيق. الحكاية يا أبو شعيب، الحكاية في الموارد، الحكاية والسباق واللي يسبق يبقى مات، الحكاية هي مصر عايزة فيها الخير يدوب في النظام والانتساب والتفوق في العنوان. الحكاية يا هي مش ولاد أو بنات، الحكاية زي عيش وعيش رايقة بدون نهار. آه يا عيني على البنات لسه في الألفين يا عين، الصبايا في النعدانية على الأهالي بأهلها، قالوا ستر البنت بيت ورقة والمقزوم وناس، لبسوها البنت طرحة طفلة مش واعية يا ناس، زفروحها البيت عارسها بعد فترة الحملبان، بطنها مش شايلة عين هداها الجهل الجبان، ومرة صابت مرة خابت والحكاية مستمرة، لسه برضو الجهل سايد والنهاية خططها مرة. وادي واحد من اللي هم راسه ألف سيف ولد، عنده خمسة من البنات والفلوس ملهاش عدد، بس لازم يجي واد والجوازة ورا جوازة والفلوس قلت ولسه عقله تايه في أجازة، هو ما يعرفش إن الأساس في البذرة هو، يجي واد أو تيجي واد ضبطهم كلكش هو، والعيال يعني الكلاب واحنا الاطفال سوا، مهما نمشي في اتجاهنا بنكفى. واه يا عيني على اللي كان واللي حاصل من زمان، العيال وسط الشوارع شاردة مش لاقيه حنان، واه يا عيني على اللي فات، طفل عدى وقال لي هات، مد ايده وقال لي مات ابويا وامي والخالات، والشهاده اللي يعملوا يعملوا فيها حاجات تجاهها، والدموع اللي في عيونهم تخلي اصلا مرتاحين. واه يا عيني على اللصوص مبدورين زي الناموس، أطفال في أول عمرهم في الشوارع موس فلوس، سرقوا ضحكتهم بخوف من عساكر الزمان، والأساس في القصة خلفة عالفاضي عالمليان، الأساس في القصة جه مهما بنوعي ونرشد، ناس ودنهم من عجين محتاجين ولا ألف مرشد. يا ولاد الأرض أمة، مصر محتاجة الولاد، خلفة ياها فساد ونومة، نزحة ونفوق من العناد، العناد مش خلفة سيئة، ومش مهم إيه العواقب، قبل ما أفكر أكتر، على اللي قبل أشوف ورايا، لو ثلاثة مرتاحين هقدر أربيهم وأعلم، طب لو كتير قبل ربع الطريق هسلم، المدارس فيها في فصل بعيد، والمواصل بتديلا باشا الله بعيد، والمراكب مزنوقة والناس مخنوقين، والناس طهقانين زهقانين، وإحنا مين؟ إحنا ظالمين مظلومين، إحنا ظالمين مظلومين.